السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرا تبدأ نقدر نجلس تالك نوع تلف شركة سكاي نت سات أوبتيم بدنا وحن كنا برنامج يكل الدوين بس ما أنت وسبتدي سبتدي بدنا وحن كنا أربعة قوسك قصود وذا مركان وفقدين وأبو بكر مركل صود وذا Usur dua ada mereka, bami tak kuska. Mantu hal kawan tu na, kami tak kuska. Mati batu ini tak kuska, betul na mesti dah maran. Kasuai dah ini ki haskis iu mahal dah rotol dah rotol. Mesha mesha wahan kahal tu na mantu leh kalau bukan tuan kasuai dah ini mereka. Wah mahai armah kuska, wah mahai kefir sesiapa. Iu iskuna sda قوس كستو حد راقف أو شخصية أو سن أو سن معناه هو حاله قدر تكسب نفسه أو حاله هي أف أمر أو أفضل قصور بهاي أو لو تلقى هذا الكرين إسكارهم إسكارسن هم هذا هذا إسكاروت أو إما هذا لنا وارد ك حرب قدر قارن كرتون يو وحن كل تابن دون لنا على أكثر قول يو مامل كقوس ك له راقف يميش قصور فكر دون إن شاء الله مكان وسوقه وين كستو وقتنا ندور دونه تم قوة الكلام هرانو هاي تين قوس كستو أو واحد ماتون أي دحمر كرتو أي دحمر كرتو و وتاس المهران ما هاي لي مركز تا بوري كستو هاي وها كل سن وناك يهمات تاس وين عنو دوغانا ما تكار كوه هاي دي جرت وهاي دي كرتا دنا أباه كسر نقطة ما هو أنا كتو إن لو ضو مت كوه واحد تبعي أتهم لي ما ضو مركز تحس أي دا دم كوه هاي دبات ميشي كبر لابتا لكن كان لواطو هاي كم كرتاك في سوشيال ميديا كدل على لواطو في مركي واحدة واتو أي ما تو كان كل سيف لبوت ونقول كذا إلى ده هاي مركز وها مهم ما إن لغة في سو أرنت حتى دل بدو وارد أي واحد لا يه أنا قط هذا الأو دنا لاب إن الجلان قول بحديث أما ميلك قول إسك سوحي رانا أرما هميش أي قوة حد لا نترتيب إكسود جيان نص ده ده قد ما يوحي تأيين سري أو كلي معال ده إسكنا ما شخصية كسونتا سيما هنا أو شيء جبوا هاي دلا جرا مرك هذا القصد أفقه أقصو بهاي سوء يهاي لو دل قادن كرين أفقه نوغز مركيات أبتاي دبي أدس يو نقل كيس مركز تحاف يعني إن مركز لو لغا غار صدو أما هدي لا ألا أفقه سي أدريميس إن أو بدن نوي مرك إن هم تاو شيء تد أو مرك هار قطة هذا حدث إن أرمح نوغز أوكر إن أولنا جار أحيان قفكو وح الله سنك بهاد لن وصورت سأما روتر توضا بهاي يلي وقيت قصت واحد لهي ميش ميش أروت أي كما قلعين بريئين أي مدونان أو بيعدو داس سنون دون تو لن عاك الإسكاشن تهو مدى إسكاشن هو مدى وحان قودا معاني هيدا بغن الله وضا قفاتي وضا حضا لصر بحيلن حتى لن الله قفو أروضو وقان كل أقو آمسو ميش دواتو ويسي برناني أما ويسي بلاراني سادرات دو حالو بحان إن أو لو دقف أو إسكاسو فرن أي يشان أو عفمات له وهي مقصي أو كردوانا هذا أي تالو لو بحان أي قوة حدلان حتى لو قف كل أو حالا قردين أي قف كل قردين سلو تو أوشي أو وانك أو ما يرنتان وقف كل قرال قريد تاسي سي أو هرأي وصولان أو وحق الله دبدن بي وصولابن hataa ay anta tumar hore yada ay tahay ne kaada iska badana waalid arurta godo way maado ama waalid arurta godo aado way ku tayada ma waxaa way qof kasta waalid uu yahay wuxuu leeyahay ka gurigiis shuruu sharci iyo dastuur ma shuruu ay wataa shuruu ay tahay hadii la la ugu ku adgudbo shuruu doon kasta ku hayno inta ma hayno kan kartaa wax oo loogu dulqaadan karin بس مرة قارت واحد جرا واحد كومبرومايز له هو حتى لا على روت هذاك بالسميين مرك انت قاعد تمرن اللي هذا مرك واحد قال لو بدلا مرك سيد بدن بو يعني مرك سيد قوان قاتل مرك يمكن أن سوق هذا لا يوحي تيجي نصدي أو كره حرب كابر بارين تكلم دوان ما هي لي لو لما أنا أقف قصد غريب سوق راي غريب وحي مرك سيد أو كده بعد نصاب
u diyaargaroobaan. Sagaal soddon aad dhibaato markasta ay keento qoyska ay kamatay ugu minisbaxgaataageel lacagt lacag maxaan ku wadaa marka marki an leeyahay marka dibanaa dhaqaalaha u quwadaa dhaqaalaha guriga oo markaas lagu maamulaayo islaxay keentaa hiisad hiisadadan ay dhalisaa haddii uu jiro hal qof keli idinu ku shaqaynaya qofka ka guriga uu joogo caruurta u dhuuray marka ulasi badanaa jiraan oo taasay midba qaarkood dadka ay dhahaan waalid waalidii kale ka faa'idaysan lahayd maxaa yahaa waalid wuu soo shaqaynaa qarashka biilka uu bixinaa kan kalena caruurta u dhuuraya ama fiil oo caruurtadu guriga u joogaa iyadoo taas jirta marada qaarkood waxaa jira shiyeel badan beesho hoosta ay soo galaan soo qaar labada qof ay shaqeeyaan hal qof lacad islama arko in qamaar uu ayaaro ama lacagis meelo loo aqoon inay ka baxaan taasna badanaa way keentaa iyadana oo dhibaato badan ay dhalisaa marka kahortageeda waa muhiim labada qof mar kastan dhinaca dhaqaalaha ay ku wada hadlaan qarashkii uu bahaya qarashkii soo galay inay wada ogaadaan dib dambe waxaawey sidii caruurtood markas mustaqbal fiinay miray u sameeyaan ugu dambeeda number lix ay tahay waxay maamulka qoyska iyadana aan soo qaadanay waxay tahay badanaa naga soomaali ahaan badanaa qofka da-diisa la fiiriyaa mar hadduus oo qaangaar uu gaaro 15 sano badanaa haddii meesha gurigaas wax qaaba uusan jirin waxaa loo mas-uuliyadda wiilkas hadduu wiil uu yahay asagay mas-uuliyadda aadaa marka mara qaarkood laga yaaba inay mas-uuliyaddaas uleys ay tahay oo ay keeni karto cadaadis oo dhinaca qoyskagiis uu ka imaanay marka saa daraaddeed waxaa loo baahan yahay mar kasta marka in labada qof oo hooyadii wiilkeeda ama wiilkas maqsan oo balance ay sameeyaan siday maks looga dareemin wax oo wareys ama dhibaato ay kusoo kaado mas-uuliyadda daraaddeeda marka kuwaas ku sokow marka badanaa shiyeeshan soo socda waa inaan ka hortagnaa markasta calaamadaha arrimaha qoyska ay markasta soo kici karaan waxaa ka mid ah in ay adag tahay labada qof inay isgaarsiin furan ay sameeyaan ama daacadnama ay sameeyaan dagaalo soo noqnoqda taasna waa ama murun markasta meesha uu ku jiran way ku jirtaa iyadan marka murunkana la yareeyo dagaalkana hoos loo dhiga ay la soo noqnoqotaa iyadan baalaheeda waxaawaye markasta waxaaway ifaa jiraa tartiib hataa shay tartiib loo xalin kara oo markasta qaylo uu ku daraay mara qayladasna hoos loo dhiga iyadan waalid maqan jid ahaan ama shucuur ahaan waxaan ku wada joogay maqane qof waalidaa jooga oo guriga kula jooga kula degan oo markastana iska maqan isaga oo dad kale adduunya kale uu ku jira iyadana taasna way keentaa tirsanaanta iyadana way ku jirtaa sida oo kale ama aflagaadada iyada ama caayinta way ku jirtaa iyadana khilaafaadka ku saabsan howlaha guriga qaabka barbaarinta i horaan aan taabtay aheeda marka khilaafa soo dhixi geli karaa marka khilaaf marka uu imaado barbaarinta caruurtiina in wada hadashaana muhiima iyadana xiisad qoyska ka jirta sabab aan sabab ahaan ay jirto iyadana sidii oo kale sabab badan ay imaan karaan oo dhibaatada ka imaan karta iyadana dhinaca kale kalsoonida qoyska xubnaha qoyska iyadana way ku jirtaa marka anugu aan ugu fogaan doonay maanta casharkayna waxaaway waan soo gebagabayna maxaa yeelay waa casharta soo ama cashar aan soo koobi kara ma ahan way badan tahay balse mar kasta waxaa muhiima in wanaaga laga hadlo ama laga mar kasta laga dadaalo oo laga fogaado waxii humaan ah labada qof guriga ku nool mar kasta way dhacdaa yes dhibaato way dhacdaa laakiin mar kasta in laga hortagaa muhiim ah korontaysan dhicinba hadday dhacdana waxaaba in oo wax oo laga gaaro xaal ayaa muhiima iyadana marka intaa ka badan maanta xaggan kusoo gabagabaynaa tan iyo mar kale nabadgeliyo.